يمكن رمضان بيبقى فرصة جيدة كمان يا نهاوند في ان احنا يعني نعيد تاني القيم حتى اللي غابت عنا. بص، نعيد القيم وفرصة ان انت كمان من خلال برنامج الاهلي في رمضان احنا نتطرق للانسانيات اكتر والجوانب اللي مش بنتكلم او ما بيكونش فيه فرصة كبيرة ان احنا نتكلم عنها في الايام العادية والشهور العادية في السنة. بنحب نقرب اكتر لحضراتكم وكمان نتكلم عن الجانب الانساني، نتكلم كمان عن الدراما، نتكلم عن التقاليد، نتكلم عن زي ما كنا بنقول انا وكريم كمان الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن فكرة هنا الشعائر مختلفة وزي رمضان مختلف في مصر يا هيثم. دايما يقول لك رمضان في مصر غير. صحيح. سيبك من الاغاني وغيره، بس فعلا رمضان في مصر غير. ناس كتيره جدا بتكون كمان مش يعني مش مصريين عايشين في الخارج، لا، اشقاء من دول عربيه مختلفه بيحبوا يجوا مصر في رمضان يقضوه، فبيبقى فيه روح مختلفه، بيبقى فيه كده حاجه مميزه ما تعرفش ايه هي، ما تعرفش تحط ايدك صحيح. عليها بالظبط، بس الاكيد ان في حاجه مختلفه في مصر في رمضان، وده اكيد بيسعدنا كلنا. غير بقى الدراما القديمه والفوازير اللي العالم كله كان بيتفرج عليها زمان يا هيثم، مش صحيح. يعني مش مجرد ان احنا بنقول اي كلام او بنبالغ. فاكر فوازير شريهان ونيلي، العالم كله كان غانم. بيذاعها، وسمير غانم، فطوطه وغيره، حاجه كانت جميله جدا زمان. انا عايز اقول لك ان حتى الجيل اللي ما حضرش الدراما يسمع الجميله عنها. دي بيسمع وبيتابعها وبيعمل صحيح. عليها سيرش وبيجيبها ويتفرج عليها. يعني انا فوجئت على يعني على السوشيال ميديا يعني شباب صغير 16 سنه و15 سنه اكيد ما لحقوش فطوطه واكيد ما شافوش فوازير شريهان ومشيرين الحاجات دي ويعني ودايما بيفتكروها ودايما بيتفرجوا عليها، فاكيد الحاجات دي تاريخ. وكمان الناحيه الروحانيه. أيوة. يعني احنا مش بس رمضان مظاهر ولكن ناحيه روحانيه عاليه جدا. يمكن ده اللي بيميز الحقيقه رمضان في مصر، دايما تلاقي فيه قيم بتغيب طول السنه وترجع تظهر رمضان. ونستمر بقى يعني. صحيح، يا ريت نتمنى تستمر. يعني عارف يعني... انت بتبقى الفيرجن الافضل منك في شهر رمضان، نتمنى ان هي تستمر على طبعا. ده كمان على مدار السنه.